امين. السيمانه هذه ان شاء الله غادي تعيشوا معنا واحد الصفيره اللي غادي تكون عالميه. قشوني يلاه كي جمعت الحوايج ديالي كما كتشوفوا، كاينين بزاف ديال الحوايج خليناهم عند الدار في الطوموبيل، غنمشي عند الدار ان شاء الله ونبارطاج معكم داكشي اللي بقى. يلا نضرب الجبال والهضامه التكرفس. ديما بين الموطور مشي لنيشان عند الدبابي. حلينا اخي ايوب حل. مرحبا. الفاكاز ديال بصح يا وليدي. بحال اخي. حنا حتى الله غنمشيو للمقيم وتما غنبقاو. دابا كاش ايوب دابا. ما عندي والو. جبت لك الماتيريال كومبلي. جبد لي شويه. دابا. الجاكيطه. جبت لك كاغول. كاجومبا. اخي الغالي باش نعطيوه لتا واحد ولكن تا غنعطيوه لك اخي. الله يحفظك. بيكا تنقول للدري يجيبهم لك باش تمشي مغيز. دابا غنتسناو رشيد وصلاح هما اللي بقاو ناقصين في الكليكه باش تطرح ان شاء الله. صوفيا. قال لك محاريب هذا مالنا في الغادي. الله يلا مهلين فيك اخي. واش دير لك اخي اللعيبه ديالك سيرات واش بغيتي؟ واش بغيتي سير ديرها؟ جيني بلا ما تعتي راه يدي التكوانسات قبل. لا ما ديرش الجهه بحال هكا. فهمتك. قبل ما نشدو الطريق ديالنا مشينا نشل البومبا ومن بعد دزنا باش نفخر الرويد. في ليسانس زدنا فيه تقريبا 81 درهم باش عاوتاني عمر البلان، حيت بعيد عندنا واحد البومبا تقريبا شي جوج سوايع، داكشي علاش درناه هنايا. الوا هادشي مزيان بخير. ما تبين لي والو دابا بلي. عاود موراي راه فين مشيت انت دخلت فوق الجهه. وهذا مليح جينا نتعشاو عند ناخذ خط مطوي دابا ونضربوه ونمشيو من الطريق. هو هذا شي من راس يا راه قرعه ناضي. شنو التخصص ديالك هنايا؟ الكفته كتله كبده روشيت هذا هو التخصص ديالك. راه ندوق عاد نقول لك واش كاين ولا ما كاين. هذاك شي زوين طلع عليك امودي. شنو زين عندك انا قريب واجد هو تاكم درك باين شفتو قال لي انت دابا نوض الدري مسكين بالله شكرا. اه كيجي لك طحنا في فرقة ديال شي حمام يا صاحبي خدامي الله يلا خدامي بحال المعلم هادشي 940 درهم حبيبي الله يعاونها. شكرا كنشكركم بزاف الله يوصيكم على خير امين. الا خويا جبد لي عطوني نطتي وما نطتي. سلام اخي ايوب. الله يسلمك. انا الباكتاج ديالنا راه كامل كاين هنايا، شوف ان شاء الله شي بلايصه هنايا نبيعو فيها. صباح الصباح ان شاء الله ونكملوا الطريق ديالنا الى الحسيم. واي عرفتي شنو ضربت على البلاكه ديال العيون قلت نبي ختمناها. واش العيون ديال الصحراء ياك؟ عيون ديال الصحراء؟ هذه العيون ديال الشمال اصاحبي ماشي ديال مراكش. ديال الله صاحبي ماشي ديال الله. تمتع بالحال. نهار الفراش ديالي دابا غنمشي غنمشي ناضي. طلع صحة الدري. صافي نصيفطو تلاش بقات سمع الحديد كيدوز صافي حيت الغدا نسطع الناس نصيف من الناس ناعسين كضحك هاد الصباح هذا غادي نشتو الطريق مع 53 دقيقة ديال الصباح. ومن بعد ما وصلنا لواحد ديال كابلانكا مشينا نيشان باش نتغداو داكشي كامل غادي خاصنا. انا ام المطر بلاصينا من الخوت صلاح واش دخل هذيك انا
بدا خياسي كلشي ناضي يلا تفرج واش ناضي خير يلا ما شو يلا زيد تبعني سير تبعني كنا الحويجات ديالنا والمسائل كاملين غنفضل دابا ان شاء الله نتبحروا ودا بابا شي قطيصات عندي ديما حاضر معنا شي اللي كيديروا واش انا غنديروا اليوم صحابوني الطقوس ديالنا نجيو الاجواء كاع عندهم هنا واش عندهم الحياه ولا والو انا اللوازم الله يبارك ماسكاش شي باش غادي نفتتحوا التصافيره ديالنا باول بحيره في كارابلانكا ان شاء الله الاول يلم بنتي تحيه خويا انور الله يحفظك. ومن بعد ما تبحرنا مزيان طلعنا نيشان باش نقادو الطبق اللي هو المساند الرسمي ديال الدوري اللي كيتبيب بيه. زيد شويه حيد جمعوا الزبل ديالكم حيت الصراحه البلاصه لقيناها مكرفصه بزاف الخوش قصينا مزيان ودبرنا على البلايص هادي اللي غندوزو فيها الليله ديالنا وقف علي طريقة الصيد هندية بس راه الطريقة الهندية ناجحة اخي اليوم اخي عاد جينا البحر ديال تيبودا قال لي كلشي راه من الشبكه قلت انا غادي نرمي الشبكه ديالي راه خايدير جنا معنا من تمارا يا اخي هما الشبكه الخوت راه خديت شي بصق السيف شي واحد الصديق صراحه ما عقلتش على السميه ديالو صلاح واقيلا المهم اللي كيبيع داكشي ديال سميتو صلاح واقيلا صلاح الوين شويه حدا مول الرايب حدا مول الرايب دو بارتنير كان ديديكاس لك من الفيديو اخي ليش درت شي حاجه باش درت ما كاين لا ديديكاس لا والو انا الشبكه ايوا طعمه هنايا غنعقدوها صافي ولا كان شي حوت ولا شي حاجه لا الحوت غيبقى يدخل من هنايا بحال هكا دخل صافي ما كيلقاش منين يخرج شي حزيمه هنايا باش قنطون ديالها لا اللعيبه ديالها صافي هذه كتريكل غنديرو طعمه وغنهبطوها نتقلو بشي حجره نلبدوها مع الارض اه اول حاجه غندير شنو هي هذا اتريكل الطعم هذا الطعم والشبيكه ديالنا بالطون ديال دابا ناضيه هي درت لها العولاره هنايا باش كيحبس هاد الكور ديالي باش ما تدخلش لداخل صافي غتجمع ترجع كما كانت وغنديرها في الميكا ديالها هي فين حطيتها كاين الحوت ويلي هو تبارك وانا دابا غنرمي الشبكه صافي ناضي الاله خاي دابا خصك تلعب الطعم اخي ياسر علقتها مزيان صافي نحاول نمسحها هنايا معلكه يا ولدي برا اللي جا غيحصل قايم هو واللي كاين اه غنشوفوا الحصيله كيفاش غتكون انا شاك فيها غدير شي حاجه روح الشبكه ونمشيو نتبحروا روح الشبكة خليها وسير تبعها بعيد على الناس مسؤولين اه ضروري هيا هبطة وليدي العمارية جات غطست صافي ربطها دابا هذيك مع شي حجرة هيا قنالب هنايا ديال السفن اه هذاك الشيء غنربطها مربطة مع شي كور اللي قاعد تزيد طول صافي باش ولا مقاصد فيا في الفندق صافي راه هيا هبطات دابا الفندق صافي جر الخيط واش قصاح باقا هابط ها باقا هابط سير دابا تعوم مع راساتك لا غنهبط نشوفو كي داير تما يلاه هبط البحر بالي بحال الحوشة ويلي نطلعو نشوفو الله عاود 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 سينا ايوا ايوا حيدو حيدو الله يجزيو صغير ولا قباح يا اخ صور
المهم كاين معنا كاين شد شدك مشى شاف ليها تعيش اخويا اصلا كنا غنطلقوها المهم حنا شفنا الطريق واش فعال ولا لا نعاود دابا اللوحه نعاود اللوحه لهي الله 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 سير الله سير الله سير الله بوب اي انت اخي عوار جبد نشوف هذا وكنت غلاضي مزيان مزيان الاخرين تما عاود لوح عاود لوح الشبكة كاين الحجر يا اخي رد 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 تما وعاود حط عاود حط عاود حط وي وي جامع الحوش ولكن الصغير طريقة الصيد هندية قال لي بالصرف الطريقة الهندية ليش اخي سوق الداشر يا اخي عرفتي شنو هذا العشيره شو الخير شو الخير شو الخير شو الخير شو سير واش عايش سير واش عايش سير تعيش انت اخي عبد العالي سير ان شاء الله وسيدي بحر جديد المهم كيف العاده المعدات لي بالم الشبكه ما كنساوهاش حنا كنمشيو ضروري نجربوا في اي بلاصه خلوا الشبكه على الله المره اللي فاتت جبدنا الحوت صغير ولكن ولكن هذه المره ان شاء الله نتمنوا تجي شي حاجه غليظه غنجو هذا راه ضروري بيدرات تيبا كاميرا باش غتصور المسائل بالنسبه للناس اللي كيتسولنا على الكاميرا شنو هي كاميرا جو برو هيرو كيس الخبوش كما كتشوفوا هاي التيبا هذه بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم كنتنفسوا بها باش كنكونوا غاطسين هذه كنديروها بحال هكا ملي كنكونوا كنشوف كتكون تشوف تشوف لتحت بما انت كتنفس في نفس الوقت فهمت ملي كتكون كتشوف كتبقى تنفس غتعرف فين تمشي حاجه كتسبيري وكتهضر هذا هو الدور ديالك ماشي كتبقى تنفس لها تحت الماء صافي وهذا هو البحر الدراري بارك حاجه خير هذا غندير دابا هي غنتلاحوا نضربوا شي دويره نشوفوا الكشاش في البحر قبل ما نلوحوا الشبيكه ديالنا نشوفوا ان شاء الله صافي نهزوا الشبيكه ندخلها شويه داخل صافي غنحطوها نتقلوا راه كاين الحجر هنا اللوحه وخليوها على الله الله يجيب سمينه اخي انور الله يجيبها كاين حوت الصغيوه وكاين البنفوت ديال البحر حتى هو كاين صافي هادشي اللي كاين ولكن تبارك الله الخبز كاين صافي والله مبارك بحال تبارك الله نقي هادي الصح كاين الماء جوه انتم تبارك الله صافي والله يبارك نقدر دابا الطعمه باش ندخلوا الشبيكه ان شاء الله الله الا جابت شي حاجه الطعمه اخي نديروا لهم خبز نابس البنفوت حتى هو عرفتي اش غنديروا لهاد خصي هو وسط الشبكه ديالك بدا الطعمه ليه ندخلوا لداخل اخي انور بالي جربوا لداخل الشبيكه دابا راه ناضيه باش ندخلها راه تقلتها الكورده ديالها طويله دخلها شويه الفندق باش نستهدفوا ان شاء الله الحوت الكبير هيا عطيك شتو الطريق عاوتاني نمشيو نقلبو على شي بحر باش مزيان يكون عندك موطور تسافر بيه ولا طوموبيل تجي شي بلاصه ما كيعجبكش شي بحر ولا شي حاجه كديماري واش كاع عاد عاوتاني تجي تقلب
هذيك بعدا. اول حاجه كنديروا دابا فين ما كنوصلوا لشي بلاصه شنو كنديروا بعدا لك؟ اول حاجه هي كناخذوا المؤونه تقداو باش غادي ندوزوا النهار والفطور عاوتاني. لا حنا ديما حنا عندنا فطور غدا عشاء نيشان صافي نيشان ديما كنتاهلوا عاوتاني الغدا. قلبوا على بلاصه جديده باش نكتشفوها. توستينغال عندنا خبز هنا ماتينا المساند الرسمي 20 بيضه و 6 فرماجات وبيهم هذا السقاطه ضروري. الله انا حلاوه تبارك الله. اليوم ان شاء الله غادي نتيستو البوشيطه في الماء نشوفو الكاليتي باش غادي تبان. كيبان والو، أول محافظة بلاطيق هذه ما كيبان فيه والو. تحياتي خويا أنوار. الوجه اليوم أخي رشيد. وافق النار. سير على الله. ديريكسيون. يلا أخي تساعد. تساعد. كنا دايزين من الطريق كان واحد الما هنايا وتفكرنا بلي راننا مازال ما دوشناش من الملحه. قال لي غنتخشى هنايا ندوشهم شي ناضي. شنو الفلاحو العومه ديال الهنود خلعني. هذا هو مع التكيكه اليوم ان شاء الله غادي نبعثوا فهاد البلايص هادي. كنا سولنا واحد السيد قال لنا هاني طونطيو فيها. سير شوف مع الدراري تجينا صلاه وراه غتهبط ان شاء الله ديال اليوم الى واد القنار نمشيو نكتشفو حتى هو نشوفو الاجواء كيفاش دايره. نسحبكم بما طبعا نخليو الطوموبيل هنايا وخلينا لي بونت ديالنا باش نرجعو نباتو في البلاصه نيت. الله صبر تقل منا يلا يوم نهار بوحدو ديال الصح راه ما يمكنش وحق الله. اول نهار غادي نحسو به الصاد هو هذا. شوف هادشي كيفاش غادي يخرج واش ساهل الطريق اللي ضربنا عليه وليدي. حراره خويا دابا وصلنا للسطاج الوحش فما بقاش طريق مقاد خاصك تخلص الماء باش تدوز. غنطلو الغارق دابا. كيما مغامرة شري حلاوت. مال هادي الطريق العيا الطريق الوحيد اللي كاين مكايناش طريق اخر صافي احنا الزلابة ناضي. اللي جاتني ساهلة هادي كاين شي حاجة ما صافي هاي طريق اخر عاوتاني وسط الماء بزاف ضروري عيط ليا هادشي راه غادي يمشي الله 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 ديال الدراري اليوم مزقوا ربا ربا عبد العال ما قدرش يصبر. يا سيدي خرج يا قربنا.
هي لقينا البلاصه اللي عندهم فيها دابا انا خلي السبعه بغي نقول لكم هذا هو انقى بحر جينا ليه، ولكن ملي كنمشيو لشي واحد اخر كيتبدل لي الراي عاوتاني. يا سلام، كاين واحد الكراج غادي نكريو هنايا في واد لاو، تبان لكم الدار. منعوا لنا لي طونط ما هنايا كاع ما نجيو ليه، عندنا شي ظروف عائليه وصافي. ايوا ماشي خمس صافي اخويا. يلا حطيطه كاينه هاد البلاصه هادي ب 250 درهم الليله، ومن بغا يدير باني ديال الزوافريه هادي. هي البلاصه هادي اللي بغيت تطيب فيها والمسائل كاين ما على هنايا كاين الشرجم، اما البلايص تاعي فين يباشو كاين فين تشارجي، انا غادي تحط الميطراج ماشي مشكل. هنا كاين الدوش والطواليت حشاك حي حي. ايوا صافي وجبة هندية دي شيء طاجين سيرة مي وعلى طلعة يا سلام شميشة يا سلام مغامرات شوفوا البحر دابا مفاجأة الله الله تبارك الله على بحير الله فيش بالك كنبغي نقول لكم هذا هو انقى بحر جينا ليه، ولكن ملي كنمشيو لشي واحد اخر كيتبدل لي الراي عاوتاني. يا سلام البلان ديال هذا البحر الا جيتو مع عائلاتكم ووالديكم هي صعيبه باش يوصلوا هنايا فهمتوني، بالنسبه للعيال الكبار خاصها شويه الطريق معدبه، انا داري شباب مازال نضربوا معاهم شويه، ولكن اذا كانوا شي ناس كبار صعيبه شويه حتى الطوموبيل كتبلاصه بعيده اللي بغات توصل هذه البلاصه. هاي البلايص اللي نريحوا فيها ان شاء الله نطلعوا هذه الاجواء. كيفاش عبد الله؟ كل مره كتبغي تقول هذا هو انقى بحر ولكن كتفاجئ واش واحد كينسيك في الاخر، واحد كينسيك في الاخر، واحد كينسيك في الاخر. هذا الثقيل ما كاينش بنادم حياته. شوف فين كنا حنا، شوف الراس واه من بطنا راه شنو هذا تكتب الفوق. تات هذه الرابعه الرابعه اول هذه الرابعه اليوم غيكون شي طاجين ان شاء الله غادي يكون مالك. اليوم ما شاء الله وصلنا للشاطئ ديال واد لاو كما كتشوفوا مورايا صاوا اللهم بارك انا
واليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نبارطاجي معكم بعض اللقطات من الغطس الحر في الصفر البحر الخوت. جبت معايا المعدات ديالي، اول حاجه غادي نبارطاجيها معكم اللي كنحتاج في المعدات ديالي واللي مهمه واللي هي اللي كتشوفوا بها الفيديوهات، كاميرا الجوبرو هيرو 10 والكاش ديالها ضروري الخوت على ديت الماء. المهم غنبارطاجي معكم المعدات ديالي كاملين اللي غادي نحتاج ونمشيو نتوكلوا على الله نغطسوا. قال لي واحد الطريق تسولني هنايا قال لنا كتكون موجوده الروطال او الاخطبوط او ازيف ولا مدينه تو كيقولوا لي. المهم حنا غنغطسوا على اي حاجه كما كانت، فلوس تليفونات، المهم داكشي كامل غادي نبارطاجي معكم في الفيديو. خليكم معنا. المهم هما البالمات الخوت، هو ما غنوريش عليكم الماسك والتيبا الفيكساسيون ديال كنفيكسي فيها الكاميرا باش كنغطس. هي الكاميرا كيفاش كتفيكسا هاد الماسك. انا ولا قاديش عليه شوف ما كانتش فيه هاد اللعيبه هادي، كان ماسك عادي صافي. ملي قلت له الفيكساسي ديال الكوكو غنصور بيه في السما. شوف دابا توكلوا على الله الخوت، الدراري قال لك راه كاينه شي حاجه نمشيو نجاوبوا هنايا. البس لي بالم وتوكل على الله. الثانية على التوالي اللهم بارك تبارك الله. الثانية وطالق حجم متوسط ما بيهاش ديزا. اليوم غيكون شي طاجين ان شاء الله، غادي يكون ملكي 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 ملكي. الاخطبوط ديال واد لاو كنزير على الله التسيس ديالو. شوف كم تقريبا سير اخي قلبو سير كملت البلاصه غادي نمشي لواحد الجهه اللي من هنا. شوف على الله تي واش كاين شي حاجه ولا والو. انا اخي رشيد هذيك اخي انوار هذيك اش كاين تما اخي انوار حصيله العز هم بالزبوره انوار حياتي اش تما خي انوار اسكت ما تقولهاش. هيا جالت قياس اخي جالت هذه الرابعه انوار هذه الرابعه هذا صلاح.